صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد نفى، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى. صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة وعلى آله وصحبه أجمعين. قال باب مغازيه صلى الله عليه وسلم. في اصطلاح الإسلامي عند المحدثين هل يبروا أحاديث النبي، وأهل السير هل يبروا سيرة النبي؟ قال في الاصطلاح الغالبي ما الدائمي، قال بيسموا كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الكريمة بسموه غزوة، لكن هذا ما بشكل دائم، له استثناءات وله شذوذات. وهل إذا كان راح جيش والنبي ما كان موجود فيه ووكل عنه من ينوب عنه في قيادة الجيش يسموها سرية؟ فمن غير الغالب غزوة مؤتة يسموها غزوة، وفي الوقت اللي مين كان قائدها؟ كان قائدها غير النبي عليه الصلاة والسلام، تولى قيادتها ثلاثة من الصحابة بالتعاقب، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وثلاثة استشهدوا. بعدين الصحابة انتخبوا سيدنا خالد، وعبقرية سيدنا خالد في الحرب لأنه كان ما في تكافؤ، كانوا المسلمين 3000 والرومان وأنصارهم من عملاء الاستعمار كان المجموع 200,000، فيصمد 3000 هي عملية اسمها انتحارية. فلو كانوا عرب بغير إسلام أولا ما بيفكروا أنه يهاجموا الأمبراطورية الرومانية، هذا ما بيخطر على البال مطلقا. ولو فكروا انه يهاجموا ما بيهاجموها بحرب رسمية مواجهة، بيعملوا حرب اللي يسموها حرب عصابات، اضرب وهرب. اما لما اتى للعروبة روح الاسلام خلق المعجزات، وشو الاسلام؟ صافي عقيدة، عقيدة انه بده يقتل، صار الموت في سبيل الله، في سبيل الله ومن اجل اعلاء كلمة الله، من اجل اعلاء كلمة الله لبناء الاسلام. كان ما مثل هلا ما نحن بنحكي والموت في سبيل الله اغلى امانينا، حكي هذا هن كانوا فعلا.
والقرآن جعل صفة المسلم الحقيقي أن يتمنى الموت في سبيل الله، ولذلك تحدى اليهود في هالمادة في قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا، إن يا أيها اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، بتوالوا الله وبتكونوا من جماعته وبتتركوا كل الناس لما بمشوا على صراطه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني إذا في ذنوب، الذنوب بتشد الإنسان إلى الحياة الأرضية، أما إذا الإنسان طهر من الذنوب وصارت روحه محررة وطليقة، يصير يشتاق إلى حياة السماء. هي كانت ابني في المسلم، كانت من الأمور الطبيعية. هلا ما بيلتقى المسلم اللي بيحمل هذا المعنى، وإذا حمل هذا المعنى بده يروح بهالروح يقتل أخوه المسلم. أخوه المسلم وقد يكون مقصر في بعض إسلامه، بس ما بس هو مقصر، كل الناس مقصرين، كل الناس تاركين صلاة وشربوا عرق وبينتركوا محارم الله، ما عصوا فرق هذا عن هذا. فهي لازم نستعملها تجاه اليهود، تجاه المستعمر، تجاه الأجنبي. أما ابن بلدنا إذا مقصر في بعض شؤونه الإسلامية، أنت بدك تكون له طبيب مع المريض. المريض إذا ذبحوا دجاجة بيطعموها لمين؟ للمريض. ما هي إيه إذا في حمالة ورد بيقدموها لمين؟ إيه للمريض. فإذا رأينا ولو كان من الفئات الإسلامية اللي عبر التاريخ شوية عقيدتهم زلزلت والزعزعت، هذا ما ذنبهم، هذا ذنب العلماء اللي قصروا في إسعافهم ونجدتهم. يعني هذول هوجموا وهم ضعاف العلم والمعرفة من قبل أعداء المسلمين لتفريق المسلمين وتمزيقهم، فبدل ما نبعثهم نجدة علمية إرشادية نوعيهم ونصحيهم، أعنا المستعمر العدو على تحقيق هدفه من تمزيق المسلمين، فحكمنا بكفرهم، حكمنا بكفرهم وجينا سبحنا دماءهم. طيب المستعمر القديم هيك بده، والمستعمر الحديث هيك. هذا ابني هذا لأنه صار شيخ قبل وقته. يعني الولد إذا بده نولده قبل وقته من الشهر الثالث، شو بنزل؟ بنزل طرح ويمكن يقتل أمه، لأنه الطرح الإجهاد خطر، ما بس يقتل الولد، قد يقتل كذلك إيش الأم. لذلك طبيا الإجهاد والتطريح حرام. الناس إني والله بخير، فمن أسبوع زرت أنا أحد إخواننا المواطنين درزي، بحكي لكم إياها بالألم العريض، وبعثي والله يستقبلني كما لو بدي روح دور الشيخ رجب، هيك يستقبلني. هي بجلسة وبالطائرة، جلس أنا وياه بالطائرة في طريقنا إلى موسكو، ساعة الزمن ما طول السفرة. لما ودعته قدم لي هدية يمكن بتساوي شيء 1000 ليرة، سيف مفضل. هذا درزي، هذا
لك انت الدرزي. وفي ناس هذه يسموا حالهم سني بيسبوا الشيخ وبيشتموا الشيخ بيحكوا بعرض الشيخ وبيعملوا مؤامرات لاغتيال الشيخ، لان الشيخ عم يشتغل طبيب وبده يولد الولد بالشهر التاسع، وهنن بدهم يولدوا يقتلوا الولد وامه. وهذا الجهل وهذا عدم النضج. يعني هلا الدوله تسمح لواحد بالصف الاول بكليه الطب يفتح ارما ويقول انا دكتور؟ هيك عم يصير معه. كما انه الدوله ما عم تعرف تعمل برنامج انه طالع شيخ حقيقي. كل الدول العربيه والاسلاميه كانوا بيوخذوا الامر للمشايخ. المشايخ ابني ما كل قال وما كل عبد يشتريه الخليفة وما كل عبد تشتريه الخلائف وما كل من تحت الثياب رجال وما كل عبد ما كل العبيد بالسوق يصلحوا يكونوا في قصر الخليفة. وكمان ما كل مين لبس أواعي هذا اسمه بني آدم. يعني إذا الدب لبس بدلة رسمية وحطيت له جرافة يعني بصير دكتور؟ شو بيتم؟ بيتم دب. وما كل عبد تشتريه تستطيه الخلائف أو ما كل شخص عبد، لأنه معصف يا عبيد، وما كل شخص تصطفيه خلائف وما كل من تحت الثياب ايش رجال. فقال فكان عدد الامور العسكريه الذي قادها بنفسه 29 غزوه، على اساس ان الغزوه في الغالب ما في الدائم هي التي كان النبي قائدها، ما عدا مثل غزوة مؤتة سميت غزوة والنبي ما كان هو ايش القائد. والجيش اللي النبي ما هو قائده شو بيسموه سريع. فعدد الغزوات قديش؟ 29. وعدد السرايا بيقولوا من 47 إلى 70. ما راح شرع الكلفية هذا لسه بيجي معكم فيما يأتي. قال وكان سبب الجهاد والجهاد مع العرب بالطبع لما النبي كان في مكة ما صفي نوع من أنواع الأذى إلا أوذي به، والنبي مقتصر على الدعوة والإرشاد والتوضيح والبراهين والأدلة البلاغ المبين. هلأ المشايخ اللي عملوا حالهم مشايخ واللي مثلا استباحوا دماء الناس قاموا بالبلاغ المبين. راحوا لهالقرى فيها الجبال معلمين مرشدين سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ولو راحوا حدا قاتلهم حتى يقاتلوا ما حدا لا قاتلهم لحتى إيش يقاتلوا. بالعكس والله أنا كنت أسمع من السيد الرئيس أكثر من مرة يقول لك يا جماعة خاطر المشايخ لكن الناس صارت بدأت تصوم وتصلي. طيب إذا واحد بدأ متى ما قال لا، النبي قال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم بها دمه وماله. لا بجوز تنهب ماله تستبيحه ولا تستبيح دمه.
من قال لا إله إلا الله يعني إكمالتها محمد رسول الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه. أما إذا قتل قتيل هذا يقتل، إذا كان زاني ومتزوج وثبت عليه بأربع شهود هذا يرجى، ماذا حقه؟ قالوا إذا كان من جوا كذاب قالوا حسابه على الله، فقد عصم مني دمه وماله وحسابه، ما بيجي أبو نايف بيجي هو بيحاسبه إنه هذا كذاب، إذا عم يحاسبه يعني عم يأخذ وصية الله. هذا ابني الجهل، هذا الجهل أو غير الجهل. فطالب العلم يا ابني الشيخ بده يكون أحسن الناس أخلاق، أحسن الناس حكمة، أحسن الناس رحمة، أحسن الناس عطف على الناس حتى على الكافر. فليذكروا عن سيدنا إبراهيم يقول دعا المجوس إلى الإسلام ما كان يأسلمه، قام ذبح لنته، ذبح ذبيحة وعزمهم، فلما أكلوا وشربوا كذا من الإيش وخلصت الشغلة وأكلوا بقلاوة ونمورة قدم بترجاكم أنا تعبت وأنا اختيار وتكلفت تجبروا خاطري تسجدوا لله سجدة واحدة. تناوأوا بعضهم بعض بغدوة راح يطالعنا عن ديننا، شو رأيكم؟ ناس يقولوا ايه ناس يقولوا لا، بعد قالوا انه ايه لك ايه تعب وفريق واختيارك ايه اضحكوا علي اضحك شو سجدوا يعني شو قال ايه تكرم دقنك قال ايه توضوا توضوا واستقبلوا القبلة استقبلوا القبلة وسجدوا لله سجدوا. لما سجدوا رفع راسه الى السماء قال شوف يا ربي انا سلمتك يا هو، فاذا ما بتدبر فوق انا ما دخلي، انا اشتغلت ايش في حدود طاقتي، فالله قذف في قلبهم الايمان فامن. وقصة ثانية عن سيدنا إبراهيم بيقول استضافه مجوسي فأضافه في المساء، فقالت الملائكة في السماء انظر يا ربي خليلك يستضيف عدوك. هيك هيك الخليل هيك الحبيب بيجي لأعدائك ويضيفهم. قال ايه انزلوا لعند اسألوه ليش يتعمل. نزلت ملائكة لعن سيدنا إبراهيم قالوا له الملائكة عم ينتقدوك شلون كفار وعم تضيفهم والله عم يسألك عاملين لك استنطاء محضر. قال قولوا لربي لقد تعلمت ذلك منه. إيه انا اذا كان عم ضيفه الليله إيه هو عم ضيفه طول عمره طول عمره هون عم يطعميهم لحم وخواريف محشيه وصيحه وبقلاوه ونموره وبيوت وعيون. إيه انا بليله واحده يعني شو فيه. في رواية أخرى هي الشيخ اللي بده يتعلم، الشيخ بده يكون لطيف بده يكون مثل النسيم ما حدا يحس بثقله، مثل الهواء لا يعيش الناس بدونه، لطفا وتواضعا وحكمة واجتهادا. اسبوعه بوزعه درس
للإيمان، يعرفون بالله، درس تفسير القرآن، تفسير القرآن يبدا فيهم معهم من جزء عامة، بيجيب لهم قصص ظريفة، قصص من التاريخ، قصص من سيرة النبي، لأن القصة كل إنسان بيحبها. أوروبا الآن تعتبر أدب القصة من أعظم أنواع الكتابة، لذلك الله قال نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة القصص. أنا وقت كنت استعمل الأسلوب كان بعض المشايخ ينقدني كثير ويقول عني إني حكواتي. شو ابني؟ شو بده لحتى إذا بالاستنجاء والاستبراء؟ هذا إيش؟ من يومين سمعت إحدى الإذاعات بالرادو أبدا القبل والدبر والاستنجاء والاستبراء، هذا ابني إذا فدرس في الأخلاق، درس في الحديث النبوي من تقييد الأحاديث اللي تتناسب مع نفسيته في الأخلاق، درس في تعليم الذكر، أدب الذكر، وإيمانهم الفقه. هذا شيء بيجي ناشف على الناس كثير، متى ما قوي إيمانه بيقبل الفقه، ما رأسا ما بيعد معك. فنرجع لموضوعنا. ففي مكة لما اشتد الأذى حتى وصل إلى درجة التآمر العام على قتل النبي، فهاجر. فلما هاجر تمام ما خلص من اليهود ومن المنافقين، وفي مكة الشباب الصحابة كثير كانوا روح الشباب، لإمتى بدنا نصبر يا رسول الله؟ نحن كنا في الشرك كنا معجوزين أكثر منا مسلمين. فتنزل الآية تقول فنزل بضع وسبعون آية، البضع من 3 إلى 9، تنهى النبي عن القتال وتأمره بالصبر والحلم والصفح، حتى بعد ما شرع القتال النبي ما بدأ بالقتال. هلأ كله بيجي معكم، هذول اللي اشتغلوا هالشغل الله يسامحهم ويهديهم، أساءوا للإسلام وللدين وأساءوا فهم الإسلام عند كثير من الناس، ورطوا الشباب الأبرياء وقتلوا كمان الأبرياء يا أبني، حتى قتلوا العلماء. طيب هذا العالم شو هذا؟ هذا ابن تيمية كمان حاكم عاطي فتوى، وابن تيمية شو ابن تيمية؟ يعني هو رسول الله؟ يعني ابن تيمية هو بذاته، ابن تيمية العلماء حكموا بسجنه وسجنوا 3 مرات بإفتاء وبإجماع كل العلماء، وحتى بالسجن الثالث مات في سجن القلعة. يعني هو الرجل كان عالم وكان من الصالحين، لكن كان حامي ونزئ. شو أمي؟ وبعدين هالفتوى يا ترى صحيحة منسوبة إله؟ ولو كانت صحيحة نحن مقيدين بأسلوب النبي لما بأسلوب ابن تيمية، حتى الحكم الشرعي لو واحد ارتد عن الإسلام، لو واحد قال أنا أعلنت، هو مسلم، أعلنت كفري بعد إسلام وردتي عن الإيمان، في أصرح من هيك؟ في؟ طيب شو الحكم الشرعي فيه؟ رأسا نجيب خنجر ندقه بخاصرته؟ شو الحكم الشرعي فيه شيخ رشيد؟ شو معنى يستتاب؟ يعني منحطه بالسجن، نبعث له مشايخ يا ابني انت شو هاللي شكيت فيه واشتبه عليك في الاسلام حتى تراجعت
عن الإسلام أحكينا لحتى نتحاور معك. شو ابني يطلب منه التوبة مع الحوار والمناقشة، فعنده شبهة على الشيخ بشير يزيد الشبهة تبعه، متردد في قضية نوضح له حتى يزول تردده، أما تحكم قتله غدرا هذا في الإسلام ابني هذا هاي كتب الفقه كلها كل المذاهب. ف إلا إذا مثل اللي ارتدوا بزمان سيدنا أبو بكر، هذول أعلنوا الحرب على الدولة، الدولة الإسلامية قائمة ومع ذلك كمان مع ذلك كان في حوار. لما الجيوش الإسلامية حاربت الروم قبل الحرب شو كانوا يعملوا شيخ بشير؟ كمان يصير دعوة إلى الإسلام وعرض للإسلام وبيان حقائق الإسلام. إذا بتقبلوا منا ما في حق، تدفعوا الجزية معنا الجزية اللي تدفعوا لنا الضريبة ونعاملكم كما نعامل أنفسنا. إذا لا بتقبلوا الدعوة ولا بتقبلوا الجزية نحن مأمورين نحرر بلادنا، بلاد الشام هي بلاد العرب لما بلاد الرومان. فكانت الحرب تحريرية. في الفرس النبي مبعوث رحمة للعالمين، فكان الدول تحرم القراءة والكتابة على عامة الشعب. القراءة والكتابة كانت مباحة للوزراء والقادة والنبلاء، بقية الشعب ما بجوز يتعلم ولا بشكل. فأتى الإسلام ليحرر العبيد من الرق، ويحرر الشعوب من الجهل، ويحرر الشعوب من الاضطهاد والظلم والجور والبغي والعدوان. هيك ابني بتبرر الجهاد الإسلامي أمام الأوروبي. الأوروبيين بيفهموا الإسلام فهم همجي، إنه هذا إسلام دين العدوان ودين السلب والنهب والإكراه والإجبار، فهمان سيدنا. فالإسلام بعدين شوف أخلاق النبي مع أعداء الإسلام. أكبر عدو للنبي في حياته مين؟ أبو سفيان. بنت أبو سفيان أم حبيبة كان متزوجها أحد الصحابة، ارتد وهو في الحبشة ومات. وهي في الحبشة في أفريقيا والنبي وين؟ في المدينة. بعث للنجاشي لأن النجاشي ملك الحبشة آمن بالنبي وكرم الصحابة كثير، بعت له أنه يخطب لها. ابنت أعداء أعداءك تتجوزها؟ ليش يتجوز النبي يعني بالمدينة وأرملة والأولاد؟ يعني النبي يعني عاوز نسوان ما في نسوان؟ يعني مقطوع الجلاب. هاي عظمة حكمة النبي. لما بلغ أبو سفيان أن النبي جوز بنته قالوا والفحل الذي لا يضرب على أنفه، يعني إذا جمل جوزنا وإذا كان أصيل ما حدا يمنعه يضربوا على مخاره، أما إذا كان من شغل النوار يضربوا على مخاره حتى الناء ما تحمل من نوع رديء. صار يتباهى أبو سفيان بهالعملية. النبي نزل من عداوة أبو سفيان بالمية قديش بتفكروا؟ أقل شيء 50.
والله العظيم يا ابني العالم كله انا شفته كله من شرقه الى غربه، الشيوعي وغير الشيوعي، إيه كله قابل وعم يفتش، بس بده كبريته لحتى يشتغل بالاسلام الحقيقي. الاسلام اذا شاف يا ابني بغير ما تقول له اسلم، يعني اذا حط قدامك صدر بقلاوه الشيخ صالح واحد قال لك لا تاكل، ما قال لك لا اكل ولا لا تاكل، لكن تعرف انك لو بدك تاكل مالك ممنوع، بذمتك شو بتعمل؟ يعني لازم واحد يأمرك امر؟ فقط الاسلام اطيب لما البقلاوه اطيب، الاسلام اطيب. قال فلما هاجروا للمدينه كمان تموا، صار قريش وغير قريش العرب كلها اتجهت للمدينه، يعني عم يشوفوا انه النبي بده يغير دين العرب، وانهم بيعتقدوا اننا على دين ابراهيم. فبقول فكانوا لا يبيتون الا في السلاح ولا يصبحون الا فيه، وكانوا يقولون ترى نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف الا الله عز وجل، يا ترى منعيش حتى نعيش في امان. فانزل الله على النبي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وعد من الله موجه لكم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الا اذا الدين ضعيف لانه اصحابه ضعاف، بكره بصيروا اقوياء وسيطروا على نص الكرة الأرضية، وليبدينهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكان الناس بعد ما النبي هاجر الى المدينة مقسمين الى محاربين، اعلنوا الحرب على الاسلام الممثل في شخص النبي وشخص اصحابه، وقسم ثاني ما اسلموا لكن صار بيننا وبين النبي صلح ومعاهدة انه لا بيحاربوا النبي وبيكونوا حياديين. وقسم ثالث اهل ذمة، يعني دخلوا بحماية النبي، النبي بيحميهم من اعدائهم مقابل انه يدفعوا ضريبة يسموها الجزية، مقابل حماية الاسلام لهم كدولة. الدولة لما بدها تحميك تأمن لك كل مصالحك ببلاش، ما بدها تصرف، مين بدها تصرف؟ تصرف من الناس. وصنف رابع منافقون، هذول دخلوا في الإسلام تقية نفاقا من جوا ما مسلمين، لكن باعتبار الإسلام صار له دولة وصار يأمرهم بالفرائض، وإذا ما امتثلوا بدهم يدخلوا في احد الاصناف الثلاثة لحتى يخصم الجزية يعلنوا ايش اسلامهم، لكن باطنا كانوا اعداء للاسلام وللنبي، ومع اعداء النبي والاسلام يعملون معهم يكيدون للاسلام والمسلمين. لما النبي هاجر الكفار صادروا كل ممتلكات المسلمين اللي هاجروا من مكة للمدينة،
بيوتهم على بيت النبي. احتلوا بيوت الصحابة، احتلوها أموالهم، ديونهم، كل شيء لهم. إيش؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ حاربهم حرب اقتصادية، ما حرب دموية. فكان قوافلهم التجارية تطلع من مكة اللي هي جنوب المدينة، والمدينة الشمال بتمرق على المدينة في طريقة لوين؟ الشام. فقافلة من القوافل بلغ النبي بدها تمر، وطبعا ما على المدينة بالذات لكن بعيدة عن المدينة لكن محاذية للمدينة. فبعث النبي 30 رجل من المهاجرين، لأنه كان العهد بينه وبين أهل المدينة أنه يحموا النبي وهو في المدينة، ما في العهد أنه يحموا النبي خارج المدينة. لذلك النبي ما طلب من أهل المدينة من الأنصار يطلعوا معه في هذه العملية. وكانت هالعملية في الشهر السابع بعد الهجرة. فالصحابة 30 وكانوا اللي حامين القافلة 300، ما في تكافؤ. فلما كاد يصير الحرب بين الطرفين مع عدم التكافؤ، يقول احد امراء القبائل هناك المسمى بمجدي ابن عمرو الجهني اتدخل بين الجماعتين وصالح بيناتهم، منهم منع من وقوع الحرب. وانصرف الناس عن بعضهم البعض، فقال النبي في مجدي ابن عمرو: يا ترى شو بتفكروا النبي وافق على عمليته لما كان ما موافق؟ قال: إن مجدي لميمون نقيبة، مبارك الأمر ورشيد الأمر. مع أنه ما كان مؤمن ولا كان مسلم، لأنه أنقذ الصحابة من عملية الإسلام بده يكون فيها خاشف. فهذا المشرك اللي أنقذ المسلمين من عملية غير صحيحة، شو استحق وسام من النبي بالإطراء والمديح والشكر؟ كان إذا هذول الجماعة صاروا طالب، إذا واحد أصحهم يحكموا بكفره. هذا ابني، هذا يعني نص الطيار، قال نصف الطبيب بيقتل المرضى ونص الشيخ بيقتل الإسلام ونص الشهور بيهور السيارة بيروح السيارة ومن فيها. لذلك كانوا يا ابني ما يأذنوا في الماضي لواحد يتصدر للمشيخة حتى يبلغ مبالغ الكمال. بيقول أحد الشيوخ أذن لأحد تلامذته بالوعظ والإرشاد، قام يخطب خطبة الجمعة وهو على المنبر. يدخل فقير يقول لهم: يا جماعة أنا فقير والدنيا شتي وبردان وما علي يعني عباية الدفينة. فالخطيب وهو على المنبر شرع عبايته لحش فيها، شيخه موجود، شيخه شو بيقول له؟ بيقول له: انزل يا ناقص، انت ما تصلح لتكون خطيبا. وكان الشيخ اذا حكى كلمة يا ابني ما مثل هلا، كل الناس صايرين مشايخ على الشيخ، كل الناس اساتذة للشيخ، كل الناس بدهم يصلحوا عواج الشيخ. هذا لما يا ابني
المرأة بتصير رجال والرجال بيصير مرأة، رئيس الأركان بيصير جندي والجندي بيصير رئيس أركان، الطبيب هو بيصير المريض لما يفك الشنتاية تبعه ويطالع اللي تفحص الألم والصدر ومدري ايش، بياخذها منه المريض، بيقول له انت تسطع وانا بدي اعاينك، انت المريض وانا الدكتور. فلما بصير الامور معكوسه بهذا الشكل بيضيع الطبيب وبيهلك المريض. هذا واقع المسلمين في كل معظم البلاد الاسلاميه، وسببه عدم كفاءه الشيخ. هذا البرنامج اللي بتقروه بكلية الشريعة لو أخذتوا دكتوراه ما بتعملكم شيء، بدكم شيء. فالنبي شو قال عن مجدي ابن عمر اللي صالح ومنع الحرب الخاسرة في حق المسلمين؟ قال إنه ميمون النقيبة مبارك الأمر ورشيده. وهو أول لقاء حربي بين الصحابة وبين المشركين. فرد بعد 8 أشهر، بعد شهرين من الوقعة ومرور 8 أشهر من أول الهجرة، رد بسمع النبي انه جاي قافلة تانية، فارسلها من 60 ل80 رجل، وكان اللي حامل القافلة ابو سفيان رئيس قريش، وعدد الحماة فيها 200، يعني 60 ل80 على 200 يعني شوي معقولة. وصار مناوشة بين الطرفين، ترامي بالسهام. قال ولكن ما صار اشتباك قتالي، انصرفوا عن بعض البعض، وفر المشركون من وفر إلى المسلمين رجلان من المشركين وأسلم، وهما المقداد ابن عمرو، هذا اللي يسمونه المقداد ابن الأسود، وعتبة ابن غزوان. بعدين أيضا بعد شهر ثالث كمان تجي قافلة ثالثة، كمان النبي بيبعث لها سرية في 20 رجلا، ما حصلوا القافلة اللي بيسموها العير. الرابعة بعد الهجرة ب12 شهر، كمان النبي عليه الصلاة والسلام سمع ان قافلة جاية، طلع هو بنفسه، طلع هو بنفسه. هي سرية اسمها لما غزوة صارت، هي ايش صارت غزوة. وكل اللي يطلعوا معه كانوا من المهاجرين، ما يطالع الأنصار لأن لسه إيمانهم ضعيف، فما راد يحملهم. كمان ابني شوفوا هي الحكمة، لو قال لهم تعوا جاهدوا، إيه أنت ما عاهدنا، أنت عاهدنا والمعاهدة بيننا وبينك نحميك بالمدينة، برات المدينة انت مالك. فلا أحرجهم ولا أحرج نفسه. أما المهاجرين اللي اجوا معه داخلين بالمعركة وهن كانوا في مكة، فكمان وصلوا إلى الطريق القافلة، شافوا القافلة نفذت، كمان ما أدركوها، لكن عمل صلح مع بعض القبائل
على أنهم لا يغزونه ولا يعينون عليه عدوا، وأن لهم النصر على من يحاربهم. يعني محاربة مع مين؟ مع المسلمين لما مع المشركين؟ مع المشركين مع الكفار بجوز؟ إذا المصلحة الإسلامية هيك بتقتضي، فالإسلام من وراء المصلحة، حيثما كانت المصلحة العامة، إذا كان مصلحة المسلمين فثم شرع الله ودينه. فالشيخ بيقول لك النص هيك الورق، لك هذا هي قضية طارئة من قبل 500 سنة، إلها ظروفها وزمانها ومكانها وأشخاصها. بدك كل قضية تعرف زمانها ومكانها وأشخاصها والدواء المناسب لتحقيق الهدف. هذا الشيخ بيعرف، بيعرف الورقة الصخرة، بسميها النص. ولذلك ضيعوا أنفسهم وضيعوا المسلمين وضيعوا الإسلام. ليش؟ لأنه ما أوتوا الحكمة يا ابني، ما أوتوا الحكمة. أنا من وجهة نظري أنا بموسكو، يعني موسكو يعني في لا إله إلا الله، ما في لا إله إلا الله، في لا إله إلا لينين وماركوس رسول الله. مع ذلك بالحكمة فرضت احترام الإسلام وخدمت المسلمين هناك في دنياهم وفي دينهم، وحسنت أبلغ الدعوة في قلب موسكو، في مؤتمراتها، في مؤتمرات البتارك، في مؤتمرات البوذيين، في مؤتمرات الأرثوذكس والكاثوليك، في مع رجال الجامعات وكبار المستشرقين. ومع كل احترام السيد الرئيس قال لي بلغني محاضرتك في أكاديمية العلوم ورفعت رأسنا عاليا. أنا ما بحكي لها حتى افتخر إني اعتز، مشان كون أنتو طلاب العلم ما بكرة تطلعوا بعائل أعواد، تفشل فشل أنت، لكن الإسلام ما بصير يفشل. ما بتعرف السوق السيارة لا سوقها تنبرجي. فهون النبي تحالف مع الكفار. إذا مصلحة الأمة مصلحة الوطن تقتضي نتحالف مع عدو من أعدائنا، مثل ما حكيت لكم يوم الجمعة، هلا السنة والشيعة. قديش يا ابني إجنان، قديش جهل بالإسلام. لك شغل صار له 1400 سنة على شيء ما له وجود إلا في عقول الخرفانين، مسلم وفقط. سيدنا علي أعظم لما سيدنا الحسين، سيدنا علي أعظم، سيدنا علي والحسين أعظم لما سيدنا رسول الله ماتوا خلص راحوا إلى الرفيق الأعلى. لو تعطيه الدنيا الأول والآخرة ما بيرجعوا. نبكي إنه سيدنا فاطمة قال أبو بكر ما أعطاها ميراثا، قديش يطلع ميراثا؟ شيء 4-5 آلاف ورقة سوري، مشان 4-5 آلاف سوري نقسم العالم الإسلامي بأحقاد وعداوات ولعن وساب وشتم، ومنصير أداة لإسرائيل. بدنا يستغلوا السنة والشيعة، بدنا يستغلوا النصرانية والإسلام. النبي يتحالف مع عبادين الأصنام إنه بيحميهم، وإذا صار له عدو لازم يقاتلوا معه. هي ما بنفهمها لأنه ما درسناها ولا تعلمناها. العلم يا أبني ما بيخوف، الضوء بالليل بيخوف، اللي بيخوف العتمة. إذا هلا عتمة واحد مشي بيناتهم يكون هذا بيدعس على بطن هذا وهذا بيدعس على مخار هذا، ليش؟
لأنه في الجهل وفي الظلام. العلم نور بيعرف يمشي من الطريق اللي لا يؤذي ولا يؤزى. وفي الشهر 13 من الهجرة صارت غزوة بواط، أي اللي النبي صالح فيها بعض قبائل العرب بيسموها غزوة ودان، هي غزوة بواط. فكمان ليعترض عيرا لقريش، كلها حرب ايش؟ اقتصادية، بده يفقر يحارب العرب بالإفقار لا في سفك الدماء. هذا ما من العلم والدين والفقه يا أبي. وبعدين إذا واحد ارتد أول يستتاب، نبعث له مشايخ وعلماء وحكماء ويقنعوه كذا، ولما بيصر بده قطع رأسه، لأنه هذا بده ما ارتد إلا من طريق عدو من أعداء الدولة والأمة، وبده يكون مصدر للفتنة وتفريق الأمة. فعلى رأس الشهر 13 طلع النبي كمان بمئة رجل ومن قريش، كمان ما لحقوا القافلة نفدت. الخامس مرة ما عرف النشان ما عرف يصيب، هاي بعد 13. بعد 3 أشهر أيضا غزوة العشيرة أو العسيرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ب200 رجل كمان من المهاجرين. يعني شوف من 16 شهر لسه الإيمان ما نضج في قلب الأنصار، ولو نضج في قلب الأنصار ما بيطلعوا معه، بتركوه وحده. كما أن النبي عاتبه، قال بتتركوني وحدي؟ لك أنا مالي رسول الله؟ إيه رسول الله، لكن ما بنحارب معك، لأنه ما صار عندنا الإيمان. يقلل أنتم منافقين وكذابين، ولو كنتوا بتحبوني وما بتحبوني، هي مهمتك أنت، صلح السيارة عن مضغوط وبعدين طالبها أن توصلك حيث تريد. أما إذا ما صلحتها وما كملتها، ما ركبت لها الدواليب ولا خديني بتاخذك، إذا قلت لها أمشي فيه بتمشي فيك، على مين عليها لما عليك. قال كمان ما صاب الهدف، كمان القافلة والعير نفذت. كم معركة، كم ضرب؟ 6 ضروب ولا ضرب ايش عم يصيب. رب كمان بعد شهر شهرين احد البدو من احدى العشائر عمل غارة عن مدينة وعلى الطرش تبعها، لان العرب كانوا ينهبوا بعضهم البعض. فالاسلام عمل دولة، عمل لهم دولة، ما في لا سلب ولا نهب ولا قافلة بدها حماية. النبي قال له لعدي، قال له لئن طال بك زمان لترين الضعينة تأتي من القادسية إلى مكة لا تخاف في طريقها إلا الله والذئب. هذا الحديث أخذ به بعض الفقهاء
بأن المرأة يحق لها أن تسافر وحدها، لأن لو كان حرام يقول ما بيجوز تسافر، قال لا بيجي وقت في ظل الإسلام تسافر المرأة وحدها. فإذا كان الإسلام موجود ودولته موجودة وهذا حرام بيسمح لها، لما بده يمنعها فسمح لها. هلا إذا المرأة سافر من هون لجدة في خوف عليها؟ ما في خوف. متى إذا نزلت من هون للمرجع؟ هاي تتغير الأحكام بتغير. وكان قبل 60-70 سنة إذا بده يطلع من المرجع لهون على الصالحية بده يطلع مصلحين، كان يصير قطع طريق بين المرجع وبين أبو جراش وحي الأكراد. كان المرأة إذا بدها تروح لبيت أبوها يأخذها أخوها أو عمها أو جوزها يوصلها، يخافوا يخطفوها. فهنا السفر هذا بده محرم. والنبي عم يقول لما بصير أمان ما بيحتاج لإيش. لذلك في بعض المذاهب قال إذا سافرت المرأة مع نسوة ثقات، يعني في ثقة على عرضها على نفسها. طيب إذا سافرت في قطار في 500 زلمة، في حدا بتعدى على حدا؟ الدولة حامية إيش؟ يعني مع ذلك يعني كمان خليك تكون حكيم في الفتوى، لا تفتي قدام هذي ما بيفهموه تعمل له مشاكل وتقول لك أنا سمعت من المفتي. لا تبذل السمرة الأمحى السمرة في أرض عمياني، لا تحدث بالحكمة غير أهلها فتظلموها. قال فأغار كرز بن جابر على سرح المدينة، أي على إبلها ومواشيها التي تسرح للمرعى في الصباح. فبلغ إلى موضع، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فخرج النبي إليه بنفسه حتى بلغ ناحية بدر. بدر هذا اسم مكان بين مكة والمدينة على مسافة 3-4 أيام عن المدينة. فهرب كرز من ملاقات النبي، وبعد 17 شهر من الهجرة قال سعد بعثنا رسول الله في سريته، وقال لأبعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش. وكان معه 8 من المهاجرين. أي سرية هي ما للحظ تصلح، ما بتحضر مشان إيش؟ هي لأنه 7-8 مرات يطلع مشان الحرب الاقتصادية ومصادرة أموال قريش مقابل ما صادروا من أموال الصحابة، وما يضبط الشغل معه. هالمرة راح يعمل استخبارات، يعمل إيش؟ استخبارات القافلة إمتى تطلع على المضبوط لحتى إذا طلعوا يبسكوها إيش على المضبوط. وين الكشف شيخ بشير؟ فالكشف لا يعتمد عليه، يعني كشف في كشف أعظم من كشف النبي؟ تعتمد على العقل يا ابني، تعتمد على العلم على الحقائق. في ناس اللي ضيع من جملة ما ضيع المسلمين
هذول أهل كشوف، خصوصا في الباطنيين. ليش سموا باطنيين؟ لأنه كانوا يعتمدوا على الخلوات. الإخوان الدروز والإسماعيليين، إسماعيليين عند بيقروا في الفتوحات المكية ويعتقدوا بالشيخ محي الدين عقيدة غميئة. وهذا انتشرت الباطنية في إيران، حسن الصباح وغيره، وأخروا الإسلام تأخير كبير. فالإسلام يا ابني ما تصوف على الحل، تصوف على الحل ضلال. ودراسة الأحكام الشرعية اللي بسموها فقه وحده هذا جفاف، والعقل وحده كمان هذا أنانية وغرور. الإسلام علم وفكر وذكر، والكشف مقيد بالرجوع إلى الشيخ الكامل المكمل. بصير مريب، بصير لك شوية كشف يطير عقلك وتخمن حالك صرت قطب الغوص. لا لا لا، لا قطب الغوص، ولا يكون عنده كشف وبيغتاب المسلمين، عنده كشف بصير عنده عجب في نفسه انه هو اعظم من المسلمين، درسه احسن من كل الدروس، درسه حلو ظريف، بده القبول عند الناس. هذا رياء يا ابني. التصوف والطريق هذا كله يا ابني جزء من الاسلام. الطريق ذكر الله وتربيه، تربية بدها مربي. كم وكم في ناس من أهل الطريق كلهم كشوف، ولو تموا لوقعوا في الكفر. الله أنعم عليهم أنه أصرف عمارهم قبل ما تكبر شغلتهم. ما بدي يسمي الأسماء، راح إلى رحمة الله. أحدهم كان بالغوطة. فالتصوف دوام ذكر الله حتى تكون تصل إلى اليقين بأحوال الإيمان الأخروية. لكن ما كل شيء بتشوفه بالكشف تجعله سندك وإمامك. بدك ترجع إلى الشرع، ترجع إلى العقل، بعد العقل والشرع تستخير الله. إذا الله شرح صدرك، هاي النبي هي 6-7-8 مرات عاد يطلع الضرب. ايش صايب؟ لما قال لهم، قالوا له انه اذا لقحنا النخل هذا يعني بيأثر شيء على الحمل او مع الحمل؟ قال له ما بظن بانها تغني من الله شيئا. فجنن اساءوا في الفهم. النبي ما قال له اتركوا التلقيح، أنه ما بتغني من الله شيئا، يعني إذا الله راد ما يحملها، لو لقحت ما بتحمل. فأنت لقحها ولا يكون قلبك معتمد على التلقيح، معتمد على فضل الله. هيك النبي قال لهم، إنهم فهموا. هلأ قالوا يا رسول الله، حكوا له على التلقيح، قال لهم ما أظن بأنها تغني من الله شيئا. هاي بتفيد الترك شيخ بشير؟ بتفيد الأمر؟ لا. لكن إذا نظرنا لحديث ثاني بتفيد الأمر، كان الأمر اعقل وتوكل، يعني لقح وتوكل. هن فهموا لا لا تلقح، تركوا التلقيح وأنفصلوا الموسم، اجوا حكوا للنبي قال لهم أنتم أعلموا بأمر دنياكم. أنا ما مهمتي سوق تراكتور، ما مهمتي اعرف السماد لهالارض شو بيصنع بهالارض. انا مهمتي ضبط قلبكم مع الله، اعطيكم القواعد العامه في امور الحياه، اما الامور التفصيليه فانتم اعلم بها. فهمانين ابني؟ في واحد بده يعمل النبي، بيعرف يعمل شبرك
وبده يعمل النبي بيعرف يعمل يبرأ، وبده يعمل النبي. امبارح انا بالفتوى من جملة المعاملة، احد الشيوخ المشهورين متوفي كان بيقال للشيخ بدر الدين عامل مودل ذاكر فيها ناسب للنبي اشياء، اذا انطبعت ضعاف الايمان بدهم يرتدوا عن الاسلام، كانوا ما مضبوطة ولا صحيحة ولا معقولة. إيه أنا ما راح أوافق عليه، ويمكن أحد أولاده موجود بده يزعل مني إنه أنا منعت مولد أبوه. خلي هو يزعل مني، لكن خلي الله والنبي والإسلام ما يزعل مني. أنا ما لي مصلحة إلا خدمة الإسلام والمسلمين. شيء ما منطقي ولا عقلي ولا بيقبله قابل إلا بصير هزؤ ومسخرة. شو قال وقت ولد النبي؟ قال خلص كل ملوك الدنيا. يا طيب كذب هي، شو خلص كل ملوك الدنيا؟ والثاني شو الشيخ وسيم تتذكر؟ ثلاث أربع وحدات كل واحدة تشبه القصة اللي راح أحكي لكم إياها. الواحد كان والله بس رايح عن بالي إن شاء الله أتذكر لكم إياها. قال كان مشهور بالكذب، فالظاهر مثل صار تحدي بينه وبين شخص ثاني بالكذب الخلاصة، فإجا حكى انه بالمحكمة انه في طاحون بالسماء، الناس عم يطحنوا قمحاتهم وين؟ بالسماء. فإجوا سألوا احد الكذابين عن هالشهادة هي، انه شو رأيك فيها؟ في طاحون بالسماء؟ قال له والله انا يعني ديني غالي علي، وامي اشهد شهادة زور ما بشهد، انا والله يا اخي ما شفت طاحون بالسماء، بس شفت طناغر عم تطلع وتنزل. شو شفت طنابير اما كياس تطحين كياس قمح؟ انا والله اعوذ بالله وما شهدنا الا بما انا ما كذب. صاحب دين وعنده ايش؟ تعرف القصه انت الاصليه يا شيخ صالح؟ الخلاصه يا ابني هالامور هي وقعت الناس بالإلحاد. أوروبا ليش ألحدت من مثل هالقصص؟ إنه سيدنا عيسى إله وأكل أكله وبصقوا في وجهه، وبعدين قالوا إنه بده يرعوها إنه مشان يفدي بدمه خطايا البشر ومدري إيش. ابني رجل الدين بيقول على كيفه، لكن العقول بتقبل؟ النبي ما كان يحكي شغلة عقل ما يقبلها. عالم الغيب في جنة في نار، هي العقل ما بيسن بيدركها، لكن لما صدرت من إنسان متزن ما عرف عنه كذب من طفولته حتى نبوته، كل صفات الكمال، ما له هدف دنيوي، لا طلب مال ولا طلب أمارة ولا طلب ولا، كل ذرة في الوجود تدل على أنه صادق. لذلك قبلنا منه الأمور الغيبية. لذلك يا ابني ما كل شيء بكرة بشوفه بالكتب، ديروا بالكم المشايخ أنه والله قرينا بالكتاب. شو الكتاب؟ والله في كل واحدة أنا لو أقرأ لكم يا لحتى أهربكم من الجامعة بكل.
قريت كتاب تفسير ومن كبار الصوفيين وعشر مجلدات والله كتاب علم، قال فيه سرداب من جبل قفقاس إلى الصين، سرداب تحت الأرض، والأرض على قرن الثور، وماذا البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال قديش لأنه تنزل على البحر، ليش ما بزيد البحر؟ قال لأنه في حوت هو عم يبلع المي الزايدة تبع نهر النيل والفرات، فهذا الحوت هل يعبد عن نهر النيل كله، ونهر الفرات هذا قديش بيكون طوله أطول، أطول من النيل وأطول من الفرات. شو بيجي واحد عاد يسمع منه ما عاد يقبل لا بالله ولا بالنبي ولا بالقرآن ولا بالإسلام، بيقول رجعي، وهذاك بيغتال الناس، وهذا بيكفر الناس، وهذا بيستبيح أعراض، وهذا بيفرق الناس بعضها عن بعض. هاي الذي عم يعمل حلف مع مين؟ مع عبادين الأصنام، وعم بتعهد بحمايتهم ويطلب منهم مناصرته إذا فاجأه عدو. هاي المواطنية يا أبي، وهي في أول الإسلام. هذا ما بتتعلمه بكلية الشريعة ولا بالأزهر ولا بخمسين ألف أزهر. والله الناس خصوصا دول الأفندية اللي يقول عنهم ملاحدة، لك والله فيهم إيمان يمكن أحسن من كثير من اللي يجوا على الجوامع. فهذول الثمانية النبي كتب لهم مكتوب وقال لهم ما بتقروا ألم تتجهوا الجهة لجهة مكة، وما بتفتحوا المكتوب وبتقروا إلا بعد يومين من سفركم. شوف كتمان الأمور العسكرية، النبي وين بأنه أكاديمية عسكرية تعلم، بأنه بموسكو تعلم. قال له لأمير السرية وهو عبد الله بن جحش، قال له بتفتحوا بعد ما بتقرأ مشان تنفذوا، هل اللي بيروح معك الثمانية بيروح، هل اللي ما بيروح ما بتجبره بالرضا وكمان القبول. قال مش يومين فتحوا الكتاب، فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بين مكة والطائف. بديش هدو المشوار البعيد من المدينة لوين لقريب مكة، يعني بعرفات، أي عرفات بين مكة والطائف. قال فترصد بها عير قريش، شفنا القافلة أي سبق من مرات عم نطلع وما عم نصيب، لأنه ما عم نطلع عن استخبارات مضبوطة. هلا النبي بعد التجارب شاف الشغلة توكلت على الله وحدها ما بتكفي، بدل ما توكلت على الله شو بدها؟ بدها أعقل. قال فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما قرأ الكتاب قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه أنه نهاه أن يستكره أحدا منهم، قال فلم يتخلف منهم أحد. وبينما هم يترصدون مرت بهم قافلة تحمل زبيبا وجلودا وتجارة من تجارات قريش، وكان السماح بالقتال ما عدا الأشهر الحرم. كان في الجاهلية في الأشهر الحرم القتال محرم، رجب شان العمرة وذو القعدة وذو الحجة، ومحرم شان الحج. فيجي البدوي
فالحج والعمرة انه من شريعة ابراهيم، فكانت موجود في الجاهلية لكن محرفة ودخل فيها وثنية. اجى الاسلام طهرها ونظفها حتى برأها من كل ما لا يرضي الله. قال وكان الوقت اخر رجب واول شعبان، يعني فرجب شو يعتبر من الاشهر الحرم والقتال محرم، شكوا انه خلص الشهر، خلص تحريم القتال، دخلنا بشهر شعبان، شهر شعبان ما عاد شيء. الخلاصة بين هون وهون هجموا على مين؟ مع انه النبي بعثهم لايش؟ بس استخبارات. فقتلوا، وكمان الحراس القافلة كمان كان عددهم قليل، يعني في امكان للمصارعة. قال فقتلوا احدهم واستأسروا رجلين منهم وهرب من هرب. اللي بده يكون بالقافلة صغيرة فيها 7-8-10، قتلوا واحد وأسروا واحد وهرب الباقي واستاقوا القافلة، أي أول غنيمة. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فسقط في أيدي القوم. ولما سقط في أيديهم معناته ندموا وزعلوا على ما فعلوا وظنوا أنهم هلكوا. كان الواحد إذا عمل ذنب في زمان النبي كان يعتقد أنه هلك، هلا بيعمل مليون ذنب وما بيحس بشيء، يعني الميت بيقرصه 500 حناش بيقول آخ، هي مراجل لما موت. أما الحي إذا أرخته ناموسة يتم إيش بحق إن إيمان ميت، بدنا إنعاش الإيمان، بده ذكر يا ابني، بده صحبة، بده هجرة، بده وعنفهم إخوانهم فيما صنعوا، وصارت قريش تقول إن محمدا سفك الدماء وأخذ المال في الشهر حرام. هذا عند العرب إن هذا كشيء مجمع عليه إنه ما بيجوز، استغلوها في الدعاية ضد إيش؟ ضد النبي وضد الإسلام. وقالت اليهود، صار يتفاولوا، عمر ابن الحضرمي قتله واقد، عمر في الحرب وواقد وقدت الحرب. كمان صار اليهود يتفاولوا على المسلمين. فأنزل الله تعالى بعد أن أكثر الناس القول في هذه القضية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يجوز القتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير، مسؤوليته كبيرة وما بيجوز. شو يعني؟ كمان القرآن استنكر القتال، لكن قال تنظر السعرة في عين أخيك ولا تنظر الخشبة في عينك. هاي الآية بتفسر هالمثل، قل قتال فيه كبير، بدك تقف هون. جملة ابتدائية، قال وصد عن سبيل الله، انتوا يا البعدة يا قريش الكفرة
انتوا عم تصدوا الناس عن سبيل الله، هي ما بتحاسبوا حالكم، عم تحاسبوا الصحابة عن ايش؟ عن انتهاك حرمة الشهر الحرام لمظلومين ضد الظالمين، لمؤمنين ضد الكافرين، وصدا عن سبيل الله وكفرا به. هي الكفر بالله كمان ما بتحاسبوا حالكم عليها. والمسجد الحرام كمان عم يصد المسلمين عن الكعبة كمان ما بتحاسبوا حالكم عليها. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من الشيء اللي عمله مين كان أمير السرية؟ عبد الله بن جحش وجماعته. كم واحد؟ ثمانية. قالوا إخراج أهله منه، أخرجوا النبي وأخرجوا الصحابة، هي أكبر من شغلة إيش؟ أنتوا عاملين 500 وحدة ما عم تحاسبوا حالكم عليها، عم تحاسبونا على وحدة. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أنتوا عم تعيروا أن قتلنا واحد وأسلنا واحد، أنتوا الفتنة شو الفتنة؟ الفتنة يمسكوا المسلم يعذبوه ويضربوه يحبسوه يجوعوه يحرقوه لحتى يرتد عن دينه ويفتتن عن دينه. هي اسمها شو اسمها هي؟ هلأ المسلم أبو جهل، واحد إذا نم على واحد بيقولك والفتنة أشد من القتل، بيسمي النميمة فتنة. الفتنة في القرآن اللي يفتن عن دينه بإغراء، بعطاء، بمال، بجاه، أو بتعذيب، أو مصادرة، أو سجن، أو تهديد، أو قتل، أو إلى آخره. والفتنة أشد من القتل. قال فكان في ذلك تأييد لما صدر من تلك السرية. وفي ذلك يقول عبد الله بن جحش اللي هو أمير السرية: تعدون قتلا في الحرام، في الأرض الحرام والشهر الحرام، عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. شو أعظم منه؟ صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله. فهماني؟ لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله، القتيل تبعكم، وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، بده يشوه الإسلام وسمعة المسلمين، مع ذلك سقينا من ابن الحضرمي رماحنا، رماحنا عطسانة، فسقينا رماحنا من دماءكم بنخلة، المكان اللي كانوا فيه بين مكة والطائف اسمه نخلة، بطن نخلة، لما أوقد الحرب واقد دما، وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاقد. هذا عن الأسير. وبعثت قريش إلى رسول الله في فداء الأسيرين، أسيرين كانوا، فكان من السرية تخلفوا اثنين ضاع جملهم بالطريق، انقطعوا عن السرية عم يدوروا على الجمل، فقال النبي: لا نفدي صاحبائكم حتى يأتي صاحبانا، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة بعدها بأيام، فأما أحد الأسيرين فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله، وأما الآخر ففدي ورجع إلى مكة ومات بها كافرا. وفي شهر رجب بعد 17 شهر حويت القبلة إلى الكعبة، بعدما كانوا يصلون إلى بيت المقدس
وفي شعبان فرض صيام رمضان ثم زكاة الفطر. حاجة كن لهون وصلت إلى غزوة بدر الكبرى. إيه هلأ المسألة ابني شو بيعرف الإسلام؟ ما بيعرف شيء. هلأ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بيعرف شو معناتها؟ والفتنة أشد من القتل، بيعرف شو معناتها؟ بيحرفها وبيعمل حاله فهمان وبده مسح رقبه، ما أطاع، لا بس يمسحوا له المسح. ما بإيش يمسحوا له؟ على حسب ما بيستحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. في وجهه وفي رضاه إذا أخبرا بفوزنا واقتفى دربه ليسقي من كفه كوثرا.